بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في قناة أفكار أم محمد دي آي واي. ونرحب بالجميع، قلكم مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية، ونشكركم جزيل الشكر من أعماق قلبي لأنه بفضلكم تفاعلت وأخيرا القناة تاعي. إذا الفيديو تاع اليوم راح يكون فيديو خفيف ظريف كالعادة من بقايا القماش، البقايا اللي بقاونا، إذا ما نخلوهمش يعني معمرين الحالة وما نرميوهمش، الوغ نجمعوهم ونديروا بهم اشياء مفيده. عندي هذا القطع كنت خدمت بهم عده اشياء معاكم. اذا بقاو لي مع هذا القماش، كما كنتم تشوفوا هنا هذا قماش رقيق ومثقب، يصلح باش يكون اكياس خاصه للمطبخ. اذا راح نخدموا اكياس كما شفتوا في الاول خاصه بالمطبخ من بقايا القماش. عندي هذا القطعه، اذا القياس عشوائي، لكم الاختيار، تحبوا تصغروهم تكبروهم طولوهم تعرضوهم، اذا لكم الاختيار. انا هذا القطعه تاع الزيكزاك اللي كانت بقيت لي راني قسمتها على زوج باش نديرها، ومن بعد ندير بها زوج. هنا عندي هذو القطع تاعي كما راكم تشوفوا، رايحه ندير قطعه مع قطعه مع قطعه، ورايحه نخدم بها كيس خاص بالمطبخ نديروا فيه عده اشياء. لكم الاختيار، نديروا ثوم وورق تاع رند، الفلفل، القرفه، لكم الاختيار. اذا هنا قصصت كما راكم تشوفوا، يكون دائما عندنا هنايا الطول يكون يعني متساوي للقطع تاعنا كامل. هنا جاتني عريضه شويه، حبيت نقص. ثم تحبوا ديروهم كبار بزاف صغار، ثم على حساب الحاجه اللي رايحين نديروا فيها. هنا شوفوا راكم تشوفوا تلاحظوا بلي عندهم نفس الطول تاعهم، شوفوا هنايا ولا هنا كما راكم تشوفوا كامل كيف كيف. وريحه نجيب قطعه، درت تاع زيكزاك وقطعه تاع قماش مثقب، وراح ندير من القطعه هذه تاع القماش لا بوبلين هذه الغوز الورديه كما راكم تشوفوا كيف كيف هكذا. هادو ثلاث قطع رايحين يكونوا لي الكيس تاعي. اذا القطعه الورديه تاعي كما راكم تشوفوا هنايا رايحه في الاول نكفها، لانه عندي الجهه الاخرى تاعها ماهيش يعني ما تنسلش، والجهه هذيك برك اللي مقصه راح ندير لها كفه خفيفه، ومن بعد رايحه نخيط كامل هكذا الشريط تاعي من على الطرف كامل بهذه الطريقه نخيطو هكذا هنا، باش من بعد نديرو الخيط تاعنا منين نغلقو ونفتحو الكيس تاعنا. اذا هنا كملوا لي القطع التوعي الثلاثه، رايحه نبدا نخيطهم نلصقهم مع بعضهم، حاجه سهله وبسيطه. هادو الاكياس ولا الشكاير هادو كانوا بكري خيطوهم لنا امهاتنا باش نديرو فيهم القريصات والخشيبات. اذا طورناهم ورجعناهم بقماش المطبخ والدراوات وقماش يعني هذا المسترجع، نديروهم للمطبخ نخيط بهذه الطريقه، ونخيط ايضا الشريط تاعي الوردي هكذا مع بعضهم هكذا. شوفوا كيفاش، وزد درت خيطت وزد درت الزيكزاك هكذا باش ومن بعد وين خيطتهم مع بعضهم ما تبانش. شوفوا كيفاش بلاطات هذيك الخياطه هكذا باش يجينا الشكل شباب. راح نمد لكم القياس. اذا هنا شوفوا الطول، درت فيهم كامل 24 سنتيمتر الوردي وتاع الزيكزاك، وعندي ايضا هذاك القماش المثقب. وراح نمد لكم العرض حوالي هكذا، هنا عندي 6 سنتيمتر هذاك الشريط اللي طويته، وهنايا عندي تاع القماش تاع الزيكزاك كما راكم تشوفوا حوالي 11.5 ولا 12 سنتيمتر، وهنا تاع هنا كما راكم تشوفوا القماش المثقب حوالي 14 ولا 15 سنتيمتر. وهنا تحبوا هنا تثنوه ديروا هكذا قصير، ما ديروش طويل بزاف هذاك القماش المثقب، لكم الاختيار الشفاف. انا حبيت نديرو هكذا. اذا الان نطوي القطعه تاعنا ورايحين نخيطوها عادي هكذا من تحت هكذا، ونجو نطلعوا للفوق كامل عند هذيك القطعه الورديه، نفوتوها بشويه فقط هكذا برك، نفوتوها بشويه ونحبسوا، ويكون الكيس تاعنا جاهز. شوفوا حاجه سهله هكذا نخيطوا كامل، بيان سيغ ما نساوش نسير فيلي ولا نديروا الزيكزاك، مهم باش يكون الكيس تاعنا بيان فيني. هنا هاي اللي خيطت ونقلبوا بهذه الطريقه. اذا تقدروا ديرهم بعده اشكال والوان لكم الاختيار. هنا خيط، اذا هنايا عندي هنا هذا الخيط هذا تاع المطبخ خاص بالمطبخ. اذا هنا هاي اللي حندير في المسك تاعي بهذه الطريقه، وريحه ندخل نتكك الخيط تاعي باش من بعد نقدروا نغلقوا الكيس تاعنا بسهوله لما نديروا فيه الاشياء. اذا هنايا هايليك درت كملت دخلته ونحيت يعني هذيك درت ابخي، نخلو هكذا زياده حوالي 10 سنتيمتر ولا هكذا
من يعني ما نديروش قيس قيس مع الكيس تاعنا هكذا بهذه الطريقه. تحبوا تعقدوا الخيط تاعكم ولا تخلوه هكذاك. وهنا كاينه واحد العفسه كنت نسيت ما درتها لكمش، ما قلتها لكمش وما درتهاش ايضا حتى ومن بعد كملتها مع الاكياس الاخرى. هنا باش الكيس تاعنا هنا كانوا كامل شوفوا راهم واجدين، زدت درت واحد زوج واحد اخرين باشكال واحد اخرين، شوف درت لهم يدين. وهنا لوين يتغلق الكيس شوفوا كامل نزيد ونديروا نخيطوا نديروا هكذا خياطه ساير داير في هذيك الغاز هذيك الحاشيه هذيك الغاز باش يقدر يتكمش لنا كما راكم تشوفوا هنايا الخيط تاعنا. شوفوا وما يرجعش يتفتح هكذا، نزيدوا نديروا ندوروا هكذا ونشوفوا شغل نضيقوا هذيك الغاز نضيقوا شويه منها وندخلوا الخيط تاعنا. اذا حاجه سهله وبسيطه. تحبوا ديروا لاستيك لكم الاختيار هكذا. هنا شوفوا هنا درت واحد درت فيه الفلفل هذا الصغير الحار دوك في رمضان ان شاء الله نحتاجوه. عندي هنا قشور تاع تشينا، عندي هنا القرفه، ديروا نتوما واش حبيتوا. عندي كنت خدمه ايضا واحد خدمته معاكم الكبير درت فيه اوراق تاع الغار ولا اوراق تاع الرند، وزدت واحد ايضا خدمته درت فيه كما راكم تشوفوا هنا الثوم. اذا ينفعوا بزاف هكذا وما يغملوناش وما يعني ما يخسروناش، يتهواو مليح لانه هذا القماش لازم ندير لهم القماش هذاك المثقب هكذا باش يتهواو لنا مليح هكذا. شوفوا علقتهم وريتهم لكم، شوفوا كيفاش يجوا شابين يصلحوا ايضا كمشروع جد وجد مربح. ولا تخيطوهم هكذا يعني كي وحده تشري من عندكم مثلا مئزر ولا حاجه هكذا تاع مطبخ تمدوا لها كهديه هكذا باش تبقى هكذا زبونه تاعكم دائمه هكذا تكسبوها بهذه الطريقه. حاجه سهله وبسيطه. شوفوا في الاخر كيفاش جات شبه، جاو شابين بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله الفكره تاع اليوم اللي كانت هي عباره عن خياطه كما راكم تشوفوا اكياس من القماش المتبقي من بقايا القماش، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ان شاء الله تستفادوا منها ولو بالقليل. وبالنسبه لسعر البيع اللي حاب ديرهم كمشروع جد مربح راح يكون يعني ابتداء من 5000 50 دينار جزائري على حسب الحجم تاعهم، حتى نقولوا كاين اللي 5000 كاين اللي 7000 اللي 10000 اللي 15000 هكذا على حساب الحجم تاعهم. اذا كانت هذه فكره اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فكره جديده وفيديو جديد من فيديوهاتي وافكاري انا ام محمد والبنات. دمتم سالمين والى اللقاء، مع السلامه.